السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض نوع من المقبلات مشهور جدا في المطاعم، وممكن كمان احنا نعتبره طبق رئيسي، هو تشيكن وينجز او اجنحة الدجاج بصوص البافلو، وهو الاشهر في مطعم بيتزا هات او في مطاعم تانية كتير. هقول لكم النهاردة ازاي نعمله بطريقة بسيطة جدا، بس تابعوني لاخر الفيديو وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه التتبيله اللي هنتبل بيها هي رشه من كباب الصيني، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود. هنضيف كل التوابل دي معانا في بوله وهنقلبها كويس جدا لحد لما تتجانس معانا، وعليهم هنضيف عصير ليمونتين كبار عشان يدي المزازه اللي بتبقى موجوده في اللي بندقها في المطعم، وكمان 3 معالق كبار من الزيت النباتي ومعلقتين كبار من الخل الابيض. كل ده بيديها نكهة كويسة جدا وطعمها بيكون كمان احلى بكتير من الجاهز. ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان تكون تشيكن وينجز معانا تكون هشة وطرية، ومعلقة كبيرة من النشا علشان تخليها مقرمشة معانا وكمان تمتص كل السوائل الموجودة فيها. وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا لحد لما تتجانس وتكون خليط واحد. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايك. بعد كده هنا بقى متجانس معانا جدا، معانا هنا حوالي كيلو من أجنحة الدجاج، طبعا بنكون غسلينها كويس جدا ونقعناها في ميه وخل وملح وليمون ودقيق وسكر عشان تشيل اي ريحه زفاره، لان الاجنحه بتكون فيها ريحه زفاره شويه. هنا هنبتدي ان احنا نقطعها، بنقطع الجناح لقطعتين من عند العظم هنا في النص بالشكل ده علشان كمان تكون سهله معانا في التسويه. طبعا زي ما قلنا احنا بندفع فيها فلوس كتيره جدا لما بنجيبها من بره، هي سهله قوي ومش مكلفه واقتصاديه، وكمان طعمها حلو قوي، ممكن ان احنا نستعملها كمقبلات او طبق رئيسي. هنا قطعنا كل كمية الاجنحة الموجودة معانا، هنبتدي ان احنا نحطها في خليط التوابل اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده كده. طبعا يفضل ان هي تتحط في التتبيلة دي حوالي ليلة كاملة، بس لو احنا مستعجلين ممكن ساعتين بس نقلبها كويس جدا فيها بالشكل ده كده. طعمها بيكون جميل جدا واحلى بكتير من الجاهزة. هنا بعد لما طلعتها من التلاجة جهزنا الصينية بتاعتنا وهنحط فيها ورق زبدة وهنبتدي ان احنا نرص الاجنحة فيها، بنسيب بينهم مسافات بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نقلي الاجنحة في الزيت، بس احنا النهاردة عايزين نعملها من غير ولا نقطة زيت، بتكون صحية اكتر وكمان بيكون طعمها مميز وجميل جدا، وهي بتتعمل كده في المطاعم بالظبط. بعد كده طبعا هنا دخلناها على فرن مسبق التسخين درجة حرارة 200 حوالي تلت ساعة، وبعد كده بنشغل عليها الشواية وهنحطها على جنب. هنبتدي نعمل صوص البافلو، حوالي 50 جرام من الزبدة بندوبها على نار متوسطة عشان ما تتحرقش، وبعد كده هنضيف حوالي 150 جرام من الكاتشب وهنبتدي ان احنا نقلب تقليب مستمر لحد لما الزبدة والكاتشب يتجانسوا مع بعض كويس جدا والزبدة تدوب فيه تمام. هو صوص بسيط جدا وسهل جدا في تحضيره ومكوناته متوفرة في البيت. وهنا 3 معالق كبار من العسل الابيض، ويمكن ينفع برضو نستخدم العسل الاسود، بيدي طعم حلو قوي ولون جميل جدا كمان ليها. بنقلب كويس جدا، بياخد دقايق على النار لحد لما يوصل لقوام متماسك الى حد ما، ولو القوام بقى متماسك قوي ممكن ان احنا نضيف شوية مية، دوت هيخلي قوامه يتظبط معانا، هو ده القوام المظبوط. هنا هبتدي ان انا اضيف اجنحة الدجاج ونقلبهم في صوص البافلو تقليب بسيط بحيث ان احنا نغطيه كويس جدا بصوص البافلو بالشكل ده.
وفي صنف منه ممكن ان احنا نسيبه من غير الصوص، برضو بيكون طعمه لذيذ جدا وبيتقدم في المطاعم بالشكل ده كده. ممكن ان احنا بعد ما حطيناه في الصوص ممكن ان احنا ندخله الفرن حوالي 5 دقائق بحيث ان الصوص يثبت عليه وينشف شوية، وممكن ان احنا نقدمه بالشكل ده وبنضيف عليه السمسم بالشكل ده. شكله جميل جدا وزي المطاعم بالظبط، وطعمه رائع جدا، وزي ما قلنا ممكن نستعمله كمقبلات او كطبق رئيسي بيتقدم جنبه الرز البسمتي او المكرونة، كل واحد حسب رغبته. لذيذة جدا جدا وسهلة قوي في تحضيرها، ما اخدتش مننا غير دقايق، وطبعا هي موفرة جدا. واتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.